والآن نتحول للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال في نشرة السادسة. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا محمد عبد وشكرا ريهام الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بمد خدمة الفريق أسامة ربيع رئيسا لهيئة قناة السويس لمدة عام، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي بمد خدمة أسامة منير محمد ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلس إدارة الهيئة المنتدب لمدة عام واحد. كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 33 مليار جنيه حتى نهاية شهر يونيو من عام 2022 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2021. كما أظهرت بيانات الهيئة ارتفاع عدد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام 2022 مقارنة ب 3.3 مليون مستفيد خلال الشهر ذاته من العام الماضي. أظهر تقرير الرقابة المالية تصدر شركات التمويل متناهي الصغر للترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 57.8%. في أسواق المعادن النفيسة تراجعت أسعار الذهب لتسجل 1787 دولار للأوقية، أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 913 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 ما قيمته 1065 جنيه للجرام، في حين وصل سعر الجرام عيار 24 إلى 1217 جنيه، ووصل أخيرا سعر الجنيه الذهب إلى 8520 جنيه. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بفعل توقعات بأن تكون اضطرابات إمدادات خليج المكسيك بالولايات المتحدة قصيرة الأجل، في حين ألقت مخاوف الركود بظلالها على توقعات الطلب العالمي، وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتصل إلى 98.15 دولارا للبرميل. كما هبطت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4% لتصل إلى 92.9 دولارا للبرميل الواحد، وارتفعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 75% لتصل إلى 3.5 دولار لللتر، بينما تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.19% لتسجل 8.77 دولار لكل مليون وحدة حرارية. أفاد تقرير بأن إنتاج الأرز في الهند قد يتدهور في العام الجاري، من حيث تسبب تراجع تساقط الأمطار في مناطق الزراعة الرئيسية تسبب في تقليص الزراعات، ما يثير المخاوف من أن أكبر دولة مصدرة للأرز قد تحد من صادراتها بعد فرض قيود على مبيعات القمح والسكر لتوفير الأمن الغذائي في البلاد. نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الزراعة قوله أن إجمالية مساحة زراعة الأرز في الهند تراجعت بواقع 12% حتى الآن في هذا العام، ويذكر أن الهند تساهم بنحو 40% من حجم التجارة العالمية للأرز. انتهت مشاهدينا الكرام هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة.